غادي نحتاج ان شاء الله في هاد البانكيك كيف كتشوفوا معايا المقادير بسيطه. عندي هنا جوج كيسان ديال السميده رائعه، دائما كنعبروا بنص بكاس ديال العنبه. عندي ساشيه ديال فاني وجوج ساشيات ديال خمارة الحلوى، كل وحده فيها 8 غرام. عندي كذلك نص كاس ديال الزيت، 4 معالق كبار ديال السكر سنيده، قبصه ديال الملحه، جوج ديال البيضات، وجوج كيسان ديال الحليب بارد. صافي هادو هما المقادير اللي كنحتاج. دابا غادي ندوز طريقه التحضير. غادي نهرس جوج بيضات، نزيد عليهم قبصه ديال الملحه، أربعة معالق كبار ديال السكر سنيده، ساشيه ديال فاني، غادي نطرب كلشي مزيان. صافي بعد ما طرب البيض مزيان مع السكر والملح، غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. ممكن تخدموا هادشي في الخلاط الكهربائي او ممكن ديروه بايديكم. صافي دابا تخلط مزيان، غادي نضيف الحليب، جوج كيسان ديال الحليب بارد، واخر حاجه غادي نضيفها هي السميده الرائعه وخمارة الحلوى، جوج ساشيات. دابا غادي نضيف 16 غرام ديال خميرة الحلوى، كل وحده فيها 8 غرام. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الخليط اللي كنحصل عليه، تقريبا بحالو بحال الخليط ديال البغرير. غادي نخليه يرتاح واحد 5 دقائق تقريبا على ما نسخن المعله. دابا كيف كتشوفوا معايا خديت معله تكون ما كتلصقش، درتها في العافيه تكون مهيله شويه. غادي ناخذ شويه ديال الزبده، وندهن بها المعله. دابا كناخد الخليط ديالي كنعاود نخلطو مزيان، وغادي ناخد كمية منو. دابا من بعد ما طابت من هاد الشيء وحلبتها مره مره كنتاكد انها ما لاصقاش بهذه الطريقه. صافي هي وجدات. كيف كتشوفوا راه ساهله وما كتاخذش الوقت كثير، يعني دغيا كتوجد. في نفس المقله غادي ندير مره اخرى، ماشي كل مره كيحتاج انني ندهنها.
غادي نحتاج ان شاء الله في هاد البانكيك كيف كتشوفوا معايا مقادير بسيطه. عندي هنا جوج كيسان ديال سميدر اي ا، دائما كنعبروا بنس بالكاس ديال العنبه. عندي ساشيه ديال فاني وجوج ساشيات ديال خماره الحلوه، كل وحده فيها 8 غرام. عندي كذلك نص كاس ديال الزيت، 4 معالق كبار ديال السكر سنيده، 5 ديال الملحه، جوج ديال البيضات، وجوج كيسان ديال الحليب بارد. صافي هادو هما المقادير اللي كنحتاج. دابا غادي ندوز طريقه التحضير. غادي نهرس جوج بيضات، نزيد عليهم 5 ديال الملحه، أربعة